الدولي بتحرير مناطق جنوبي كركوك وإشراك عشائر المناطق بالمعارك قبل الشروع بتحرير الموصل لإيجاد قواعد ثابتة للتحرك. ويقول ممثلون عن عرب كركوك إنهم أعادوا تنظيم صفوفهم بعد اغتيال شخصيات عشائرية معروفة، وهم على استعداد لتقديم الدعم للقوات المشتركة. أتيل الأغا والتفاصيل. بعد سنوات شابها البرود بسبب استشهاد خيرة قياداتها، ها هو المجلس العربي في كركوك يعيد رص صفوفه للخروج بمشروع وطني يسهم بالدرجة الأولى بتحرير المناطق العربية والسيطرة على موجة النزوح التي تعتبر الأكبر في التاريخ الحديث. واليوم بالذات نؤكد لأصحاب القرار ولرئاسة الوزراء لكل المعنيين في عمليات التحرير هذه القوات أن تبدأ بتحرير يعني مناطقنا وخاصة الحويجة وهذه المناطق كركوك فورا. تطالبنا من بغداد ومن التحالف الدولي أن يكون هناك إشراك. اليوم أبناء مناطق هذه المناطق وأبناء العرب في كركوك كلهم مستعدين للمشاركة والدفاع. المجلس العربي يطالب بإيلاء تحرير مناطق جنوب كركوك الأهمية القصوى وإشراك أبناء الحشد العشائري في عملية التحرير، فتحرير الموصل بدون تحرير المناطق المحتلة في كركوك يعني ترك فجوة قد تهدد المشاريع الحيوية والثروات الموجودة في المدينة. يعني بشكل عام يوجد يعني حشد الحويجة موجود يعني في مكحول، يعني أعتقد هناك تنسيق ربما يصير مع الجيش في عملية مسك الأرض. نحن يعني نعتقد أن هذه موجة النزوح ستكون موجة كبيرة جدا، خاصة يعني مع وجود يقدر 200 ألف نسمة، يعني تبقى الموضوع مرتبط بآلية ونوعية التحرير. والله الآلية إن شاء الله هي تتبع الجهات التنفيذية اللي تقوم على هذا الموضوع من قوى أمنية وجيش، والقرار هو كله يرجع للقيادة العامة للقوات المسلحة اللي هي المنوط بها مسألة تحرير الأراضي العراقية من سيطرة داعش. آلية إجلاء النازحين وتشكيل خلية أزمة من أولويات المجلس في اجتماعاته المتواصلة، وعدد النازحين بات قريبا من 700 ألف نازح. للشرقية نيوزات للأغا كركوك.